السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الماسة الأعزاء، هتكلم معاكم النهاردة عن درس ألا وهو أنواع خبر الجملة الإسمية. طبعا احنا عارفين إن الجملة الإسمية هي من أهم الجمل في اللغة العربية، فالجملة الإسمية التي تبدأ باسم والاسم الذي يبدأ فيها الجملة الإسمية هو يعرب مبتدأ، والمبتدأ دائما مرفوع، وما يتمم معنى المبتدأ يسمى الخبر، فالخبر دائما مرفوع. فعندنا كده الجملة الإسمية، عرفت إن لها قسمين لكي يتم معنى الاسم وهو المبتدأ والخبر. الآن هنتكلم عن أنواع الخبر الذي يأتي في الجملة الإسمية. فهنلاقي إن الخبر عندي أنواع، ينقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول هو المفرد، أي هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. فالخبر المفرد هي كلمة واحدة تفي بالخبر وتعطيني الخبر اللي أنا أفهم منه معنى الجملة الإسمية. فعندي مثلا الطالب مجتهد، فهنلاقي إن أنا عندي الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكلمة مجتهد هي التي تممت معنى الخبر في هذه الجملة، وهي كلمة واحدة، فتعرب خبر مرفوع بالضمة، وهذه الكلمة هي الخبر المفرد. ليه؟ لأنها جاءت كلمة واحدة تممت معنى الجملة. وممكن نقول الطالبان مجتهدان، في هذه الحالة أيضا هيكون المبتدأ مرفوع بالألف والخبر مجتهدان مرفوع بالألف لأنهما مثنى، وأيضا الخبر مفرد لأنه كلمة واحدة تممت معنى الجملة. أما النوع الثاني وهو خبر الجملة، وينقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية. أولا الجملة الاسمية، خبر الجملة الاسمية ليه قاعدة ثابتة، بتتكون من مبتدأ أول يليها مبتدأ ثاني زائد ضمير هو الرابط الذي يعود على المبتدأ الأول، ولابد من وجود هذا الضمير في الجملة الثانية حتى يكون الخبر هنا جملة اسمية. فنلاحظ أن المدرس شرحه مفيد. هنا هذه الجملة، طبعا أنا فهمت معنى الجملة إن المدرس الشرح بتاعه مفيد. فهنيجي نعرف، هنلاقي إن كلمة المدرس هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب ماله المدرس؟ شرحه مفيد. طب هنا إيه اللي تم معنى الجملة؟ هل كلمة شرحه لوحده ولا كلمة مفيد لوحده؟ طب إحنا ممكن نجرب المدرس شرحه. لا أنا مفهمتش حاجة والله. طب ثواني، المدرس مفيد. لا 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 لا، كده برضو المعنى اتغير. فلذلك عندي المعنى لكي يتم لازم اقول المدرس شرحه مفيد. اه كده تمت والله يا مستر. طب تمام، نيجي نعرف بقى، انا عرفت الكلمة الاولى مبتدأ، نيجي الكلمة الثانية هنلاقي ان فيها الهاء، والهاء ده عائد على مين؟ شرحه، يبقى شرح مين؟ المدرس. فكلمة شرحه تعرب هنا مبتدأ. ايه ده يا مستر؟ يعني عندي مبتدأ ومبتدأ؟ اه جم بتوع النحو بقى قالوا خلاص احنا هنثبت قاعدة أساسية في النوع ده بالذات، ان انا عندي الجملة الاسمية اذا تتالى فيها المبتدأان، المبتدأ الاول يسمى واسمه مبتدأ اول، والمبتدأ اللي جاي بعده يسمى مبتدأ ثاني، والاثنان مرفوعان بالضمة، والهاء الضمير الرابط بين الجملة الثانية والجملة الأولى اللي احنا منتظرين الخبر بتاعها يجي، هذا الرابط يعرب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وكلمة مفيد، هل مفيد هي خبر لأنهي كلمة؟ طبعا كلمة شرحه، فيعرب خبر للمبتدأ الثاني مرفوع أيضا بالضمة. فين بقى هنا خبر المبتدأ الأول؟ هلاقي إن كلمة شرحه مفيد، شرحه مفيد. اه لا، اللي تم معنى الجملة يا مستر، يبقى شرحه مفيد تعرب عندي خبر المبتدأ الأول. اللي عربي الصحيح بقى نقول ايه؟ والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وبذلك أنا كده فهمت إن الجملة الاسمية لازم يأتي فيها مبتدأ ثاني وخبر للمبتدأ الثاني وبينهما ضمير يربط بينهما لكي تتم المعنى. وننتقل إلى خبر الجملة الفعلية.
فعندي مثال يقول الطالب يفهم القاعدة. الطالب ماله يفهم القاعدة، فالطالب تعرب مبتدأ مرفوع بالضمة. طب يفهم، ثواني، هو الطالب ماله يفهم، طب ثواني، يفهم هنا جه فعل، تمام، يبقى انا بالتالي هعربه ايه؟ هعربه فعل، ما ينفعش اعربه حاجة تانية غير فعل، لأنه فعل، فهذا الفعل فعل ايه؟ فعل مضارع. ونقف لحد كده لغاية لما نعرف هل الفعل المضارع بيكون مرفوع أم منصوب أم مجزوم، هنترك ذلك الأمر لوقته، فأنا هكتفي بإعرابه فعل مضارع فقط. طب يفهم، مين اللي يفهم؟ طبعا هو ما أقولش الطالب، غلط، لأن أنا الجملة عندي الجملة بدأت بفعل، الفعل بيجي بعد الفعل، يبقى يفهم، مين اللي يفهم؟ الطالب، لا لا لا، الضمير هو، يبقى يفهم هو القاعدة، يبقى هنا هو الضمير وصلت في محل رفع فاعل، والقاعدة مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين هنا خبر المبتدأ الذي أتى في الجملة الاسمية؟ هل إن يفهم القاعدة هو خبر الجملة الاسمية؟ فنقول أن الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ. وأخيرا خبر شبه جملة، وهو ينقسم إلى قسمين، الجار والمجرور. يعني إيه؟ جميع حروف الجر من إلى على عن في الباء الكاف اللام، والاسم المجرور يكونان في محل رفع خبر المبتدأ، وأيضا الظرف والمضاف إليه، لأن الظروف يأتي بعدها دائما مضافا إليه ويكون مجرور. بنقول في المثال الأول الطالب في الفصل، يعني إيه؟ انا فهمت ان الطالب في الفصل مش بره الفصل، فهنا الطالب مبتدا مرفوع بالضمه، وفي الفصل في حرف جر لمحل له من الاعراب، والفصل اسم مجرور بحرف الجر فيه وعلامه جره الكسره. اين الخبر؟ في الفصل، واللي حل محل الخبر يبقى هالشبه جمله من الجار والمجرور في محل رفع خبر. حلو الكلام جدا. الظرف بقى، العصفور فوق الشجرة، تمام، العصفور مبتدأ مرفوع بالضم يا مستر. طب وفوق، فوق هنا تعرب ايه؟ تعرب ظرف، ظرف مكان، لأن العصفور بيدل إن مكانه فوق، يبقى فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الشجرة هنا تعرب مضافا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فهنا طبعا هلاقي إن الشبه جملة من الظرف والمضاف إليه في محل رفع خبر. وبذلك قد أتمينا الحصة، وننتظر إلى الحلقة القادمة في استكمال الدروس الباقية. شكرا لحسن استماعكم.